أجواء مستقرة في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة وفرص لبعض الأمطار في بعض المناطق، التفاصيل بعد هذا الفاصل. تشير آخر خرائط تنبؤات الأمطار في المملكة إلى أن هناك بعض الفرص لزخات محلية من الأمطار في بعض المناطق المتفرقة، تشمل أعلى وأقصى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وجه تحديد، وخاصة يوم الاثنين، وأيضا الفرص بعض الأمطار في المنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة تحديدا عند مناطق الربع الخالي، خاصة أيضا يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، هذا مهم ومتوقع، في حين تبقى درجات الحرارة مستقرة في باقي مناطق المملكة. توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة، بعض الغبار متوقع يوم الأحد ودرجة حرارة 40 درجة مئوية، تكون 39 يومي الاثنين والثلاثاء، والأجواء تكون حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار، تكون درجة الحرارة في ساعات الليل ما بين 28 و27 درجة مئوية. أما هذه الليلة في العاصمة الرياض فتكون الأجواء صافية إلى غالبا صافية بوجه عام، درجة حرارة صورة 29 درجة مئوية مع تحسن طفيف على الأجواء في ساعات الليل. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، ونبدأها من المناطق الشمالية في تبوك 38 إلى 25، عرعر 37 إلى 24 درجة مئوية، وإسكاكا من 37 إلى 26 درجة مئوية. في المناطق الغربية في جدة 35 إلى 30، في المدينة المنورة من 41 إلى 27 درجة مئوية، في مكة المكرمة 42 إلى 29، والأجواء بعض الشيء قد تكون مغبرة، في الطائف من 33 إلى 24 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في أبها 30 إلى 20، في الباحة كذلك الأمر، وفي جزائر من 36 إلى 30 درجة مئوية، فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار بشكل محدود على أعالي المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية بمشيئة الله تعالى. انتقالنا للمناطق الشرقية، الأجواء حارة في الإحساء من 43 إلى 28 درجة مئوية، في الدمام من 41 إلى 31، وفي حفر الباطن من 41 إلى 26 درجة مئوية. في المناطق الوسطى تكون في العاصمة الرياض من 40 إلى 28 درجة مئوية، كذلك أمر في القصيم في بريدة، وتكون الصغرى 26 درجة مئوية، أما في حائل من 37 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى الليل حوالي 23 درجة مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.